راديو يفهم وبرنامج نهجة تريبينال الانترفيو ما يتحملوش مسؤولية التصريحات اللي تجي على لسان ضيوفنا. يفهم نهجة تريبينال الانترفيو مع جيهان بن عبد الله. عائلة تتكون من 7 أفراد، الأم، البو وسبعة صغار. الظروف صعبة، العيشة مش سهلة. كبروا صغار وحاولوا يعاونوا الوالد والوالدة، لقاو الدنيا صعبت أكثر، خاصة إنهم ما كملوش تعليمهم. كل واحد منهم اختار ثنية، تعلم صنعة وحب يعمل على روحه، حلمه، أما باقي ما لقاوش ثنية اللي توصل. هذه شوية من حكاية الحاجة ناجية، هي ولادها. الكبير فيهم اسمه رشيد، عمره 44 سنة. رشيد ما خممش في العرس، ما خممش في الاستقرار، خمم يعاون أمه ويوفر مصروفه الشخصي، وكان هذايا أكبر أهدافه وطموحاته. الخدمة اللي يلقاها قدامه يكبش فيها ويخدمها بضمير. رشيد كان ضحية عملية سرقة في المكان اللي كان هو مطالب بحمايته، والمتهم الأول في القضية زميله وصديقه. نعرفوا أكثر تفاصيل عن الحادثة اللي مشى ضحيتها رشيد، معنا والدته الحاجة ناجية وأخته سونيا. مرحبا في نهجة تريبينال الانترفيو. عرس عام 7، هو ولد عام تمي ويتيم اللي عنده لام بوه ما يعرفوش، خلاه في كرشم. أمه خلاته 15 سنة ولا 14 سنة هكا، وجاء كلم أمي النهار الجمعة ذيك، جاء زاد رجع الجمعة الأخرى كلم خالي كلم أمي قال يجي خلك، أنا الولد يتيم وكل شيء ما تقاش مخر منه، كل خلي لم روحه وبنتك وهو كاو عرسنا. عرس ما تعرف تقليدي. انت كنت تعرفوا وقتها سالوك قابله نمشولهم يجونا، ولد عم تميهم اي ولد عم تم يجونا ونمشولهم هيك عرسنا هزني النابل. قد جبت صغيرات؟ 4 أولاد وبني، ربي يفضلهم لك. عايشه. احكي لي على عيشتكم حاجه، كيفاش كانت مع 5 صغيرات انت والحاج؟ الحاجنها كاش قالوا فيها صعوبه ياسر، مره هكا ومره هكا، مره يخدم مره يقعد مره يخدم مره يقعد، ولو حتى الاولاد ما نجمش قريهم، ما وصلتش باش قريهم، قلت انا بطلتهم عديتك صغار. حتى بنتي وصلت 6 ثانوي خرجت من القرى، ما وصلتش من خاري دار الكري والماء والضو، وصلتهم حتى 6 سيزيام. رشيد هو ولدك الكبير، تولد عام 75. 75 ما كملش القرايه رشيد، ما كملش 6 سيزيام. كان يحب يقرا ما ظروف منعته، يحب القرايه وكش قالوا فيه، وندموا على القرايه. قال لي يقعد وقولوا لي خذيت بابا ما قرناش، ما عايشناش، ما دللناش، عشنا هكا تحت السفر. قلت له الحمد لله. كانوا يلوموا على الحاج، يلوموا على ابوهم هكا، يقولوا ما قرناش، ما دللناش، ما لبسناش كالعباد، ما عشناش كالعباد. شنو تجاوبهم انت حاجه هذيك اللي يقدر عليه؟ انا قلت لهم هذاك مكتوب والحمد لله هذاك، ومصلي على النبي. قلت لك عايشه 56 سنة في نابل، ما نعرفش حاكم شد لي ولادي ولا عايت لولادي، كوش بطاقة تعريفك والله كان بطاقة تعريف. احكي لي شوية على رشيد حاجة في الصغرى، نحب نعرف طبيعته، شنو كان يعمل في دنيته، الأصحاب أكيد أنت تعرفهم، خلطه شنو هي؟ أولادي كلهم عندهم أصحاب، رشيد والله عاقلوا به، الناس كل تعرفه في نابل، الناس كل تعرفه عاقلوا به. في علاقته بيك؟ رشيد كيجي باش الصباح، يروح الصباح يبوسني، كي يروح في الصباح يبوسني، وفي العشية كيجي يمشي القدمة يبوسني. ربي صبر. تشويت. الصباح يمشي يروح يبوسني مش بين، وفي الليل كي قبل ما يمشي يبوسني، ديما يخم. نقولوا علاش تخم يا ولدي؟ يقول يخم، مخم عليك يا ديما، مخم عليك. عمره 44 سنة رشيد. قولوا برا مشي عرس، خلنا نخطب لك بنائي مشي عرس. قولي يا شنو عم بنسايا باش نكري لهم،
باش 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 نكريلهم وباش قال لي باش خلص الماء الضو وباش قال لي قولي وخا نخطب لك وقولي ما عنديش باش خلص الكري ما عنديش باش خلص الماء الضو يخلص لي في الكري لي أنا يعاوني 100,000 يا أخو 400 شهريته مش برشة شهريته 400,000 يعطيني من 100,000 يعطيني من 100,000 و 300 الأخرين دخان وركوب. شنو كان يخدم رشيد؟ قلت لي خرج من القراية في السادسة ابتدائي ومشى يخدم. اي 12 سنة يخدم في الخزف تعلم فخار. اه تعلم فخار ومصلي على النبي به وليت عنده صنعة وليت عنده صنعة وكل واحد عيط له كل ويجة وكل واحد يخدمه كل شيء. كي جاتك الفذانات الأولى والثانية هزت الملم والمفم وقتها خسر خدمته خسر خدمته. نحب نرجع لذكريات تجمعك انت ورشيد ببعضكم. هو اخوك الكبير هكا ولا اكبر مني؟ هو بعامي. والله ديما معناتها رشيد ديما عاقل وحد وحد روح ديما ما عندوش كونتاكت برشا مع العباد ما يعملش برشا اصحاب ما يحكيش برشا ما يختلطش برشا ما يصلي كيف كبر معناتها بعد يصلي على روحه حد وحد روحه. كمل وصل نيفو نتاعو البريمي بعد دخل يخدم في الصناعه التقليديه في الفخار ومن بعدك تحسن ظروفه شوية حل أتولي معناها صغير كيف ما تعديش بريود الكورونا معناها الدنيا معناتها ماهيش باهية عليه ظروفه كله ماهيش باهية سكر الأتولي متاعه سلعته طيشت معناها الكل فهمت سكر الجراج وكل شيء خسر في الأتولي خسر صحيح. الفترة اللي قعد فيها بطال حاجة كيفاش عديها المدة هذيك في عمره هو في 40 سنة ما يخدمش ما عندوش خدمة كيفاش عاشها؟ والله عيشة مش أقولك عيشة مزيرية كبيرة مزيرية تعذبت ما أقولك تعذبت برشا تعذبت. في فترة البطالة حاجة مين يصرف مين يعيش؟ نشيله وقت طرف قهوة نشيله الدخان مرة أخته تعطيه تعاون هي بدرجة لما متوفي خلاها عروسة مرة أخته تعاونه يمشي ليهد عليه الحانوت تبدأ حاش مرة تكلم صحابها مرة تكلم عرفها تعطيها حشكل 5,000 2,000 3 يروح يجي يضحك يجي يضحك ويلعب يجيبك القهوة يجيبك الدخان ويجي يضحك ويلعب هيك حتى شد الخدمة ذي. قديش من عام قعد بطل؟ يجي 3 سنين هيك ولا 4 سنين 4 سنين. والخدمة جديدة شنو كنت؟ جديدة ذي شد فيه عنده عامين طب اللي هي شنو؟ هلي عصفان نتاع لوتيل سيكوريتي في لوتيل. ايه سيكوريتي في لوتيل في 44 من المفروض أي واحد في عمره يكون مستقر عامل عائلة عنده خدمة واضحة عنده مدخول رسمي كل شهر كيفاش كان يعيش في الوضع هذي الكل أخوك؟ ما عندوش حتى مدخول وحاجة ما عندوش كون باش يعاون ولا باش يعطيه ولا فهمت ما معناها قاعد في الدار وكهو معناها ما عندوش حتى جيست يدبر مصروف ودخان وكيكا كهو معناها هو في العمر ذاك أمي وبابا فهمت يصرفوا عليه صحيح معناها العكس معناها فعوض هو يقيم بيهم معناها هو جيت اللي الوقت معناها اللي هما باش والدي في العمر ذاك هما باش يصرفوا عليه معناها كيف جيت فرصة السيكوريتي قال نعاون روحي شوية حتى لطن تحل الدنيا معناها هي الخدمة ذي في الأصل جيت لأخويا اللي أصغر منه فهمت حذر لي بابي متاعه وكل شيء في باله باش يخدم بعد ما مظهرلوش كيف راخوها كيكا قالوا تحبشي انت معناها تخدم في عوضية وكالوطان حتى لين ترجع الدنيا شوية يا اخي قالوا ميسيلش معناها ما عندي حتى مشكلة نخدم مشيت فهمه مدير الشركة وسيبوه معناها حطوا أورجستري حذر لي بابي متاعه وتخلي يخدم معه. الفترة الأولى اللي بعد سنين بطالة قلت لي حتى الحاجة زي ده كانت تحكي لي قلت لي تعب شوية في مصروف وقهوته دخانه خرجته ليامات الأولى اللي باش تولي عنده شهرية حسيته رشيد نفسيته تحسنت شوية تحسن وفرحان بيها بوست اللي حطوه فيها معناها مع الحاجة دي تحبه برشا الحاجة متاع لوتين معناها فما ربي ارتحت له كان هو قالت خلف السيكوريتي الكل نحب الشخص هذاك ما تجيبولي حتى حد غيره هذاك شنو اللي فرحه معناها تحسه هي فرحانة بيه ومرتاح لها وهو كيف كيف حسيته مرتاح حتى يخدم بالليل وكل كي يروح الصباح يروح معناها باش يرتاح في النهار ما عندوش حتى مشكلة على اللي مشجعته هي الحاجة معناها متاع لوتين فما ربي تحبه وتقول موت عيطلوش رشيد عيطلو رشيد وقبل ما يموت قالها أنا نلقي صدري للموت ودارك ما تتمسش ما تتسرقش
فاصل صغير ونرجع لكم في نهج تريبونال الانترفيو. مرحبا من جديد، اتبعوا معنا أكثر تفاصيل عن قضيتنا لليوم. قلت له يا ولدي راي في الليل مش باهي الخدمة، أنا كون قعد ولدي بطال نجم نطلب ونوكله، نطلب من عندك ومن عندك ونوكله، ولا خدمة الليلة هذية أنا ما حبيتهاش، عنده عامين ما حبيتهاش، يمشي ستة تاع العشية يروح حشاك السبعة تاع الصباح، كي يروح يقول يومي راني قلق راني فادي. نقول له شبيك اسمي على ولدي؟ قال لي اجي نحكي لك ما تخافش. قال لي راني حلمت الراجل جاني وقتني. قلت له شغل بلطف هاي الكلمة. قلت له صلي على النبي أكا وخلف. قلت له صلي على النبي ورجع رقد. مشى رجع رقد. وقت مشيت نشوفه لقيته ينكت بالعرق. قال لي راني الخدمة ذي مانيش قلق منها. كان ناوي يبطلها يبدلها؟ تو عليك الدخان، هو عليك الدخان لقاه مكبش فيها بيديه وساقيه. رشيد وقته تعرفه الأيامات اللي يخدم فيهم تعرف؟ تعرف وقتاش يخرج من الدار وقتاش يروح لك؟ يروح السبعة تاع الصباح يمشي الستة تاع العشية. ونعرف زيدة حاجة اللي مش بسهل عليك، اللي أنت تتذكر معانا هذا الكل واللي أنت موجودة معانا اليوم باش تحكي اللي صار على ولدك رشيد. إن شاء الله ربي يصبرك. عايشك. نهار الخميس مشى يخدم على روحه، ما سمعت عليه حتى خبر حتى لنهار السبت. نحبك تحكي لي على آخر نهار تقابلت فيه أنت وياه، الخميس وقت اللي ماشي يخدم. نهار الخميس ما قلت حكي لي الحكايه ذيك، كي حكي لي الحكايه ذيك قلت صلي على النبي، انا نذكر ديما ربي ونبي باسني من جبينه قصد ربي هكا هو. هز عشاك يقول قلق مريض طونا نشري كاسكروت. مستانس رشيد يقعد ايامات ما يتكلمش، ما يهزش عليكم تليفون، ما يظهرش، ما يروحش للدار. هاو كيفاش الغلطه؟ مساس يروح في السبعه نتاع الصباح، نهار الجمعه ما يروحش. طلبته؟ ما طلبناش. بنتي تحب تمشي تكلمه، ما عندهاش فلوس في التليفون. قالت لي هو باش يمشي الخدمه تو نكلمه من الخدمه. قلت لها ويا اخوك مساسي يمشي لتونس برا باش يخدم على راك، لاباس عليه مشى لتونس. ما كلمتوش. قعدت نهار السبت هي كلمته ولما التليفون ينقص قالوا لها البركه فيك. شكون اللي قال لها البركه فيك؟ الشرط. رشيد متعود يغيب عليكم ايامات؟ ما لا لا ما يغيبش، حتى باش يقضي اموره باش يهبط لتونس عنده قضيه ويرجع. معنا متعود ما يهزش على تليفونه وما يجيبكمش؟ يهز. معنا هنا استغربت اخر مره كيف نطلب فيه، معناها نطلب فيه ما لا غالب ما هزش عليا. اخر نهار وقت هو نجا متوفي، معناها نهار ما نقول نهار الخميس، مش الخميس، نهار الجمعة كيما نقولوا هو كي يشد البوست نتاعو السبعة نتاع العشية. احنا كيف غاب علينا نهار كامل، نهار الجمعة نهار كامل، با احنا ما علمناش للوقت هيك، ما علم حتى لين جات السبعة نتاع العشية يشد البوست نتاعو. خديت نطلب فيه هنا باش نشوفه معناها علاش ما رجعش للدار، ما تحصلتش عليه من الوقت هذاك معناها حتى نقولوا من السبعة نتاع العشية حتى للأربعة نتاع الصباح وأنا نطلب، معناها ما يهز عليا حد. هو ديجا رشيد توفى وتليفونه في العدلية الله يرحمه عايش. آخر نهار قابلته نهار الأربعة معناها في القايل. غاب الخميس الجمعة نهار السبت علمته اللي هو توفى الله يرحمه. كيفاش وصل لكم الخبر؟ والله الخبر أنا كما قلت لك نهار الجمعة السبعة كيف هو ما رجعش للدار، قلنا بالك شي تعدل مشي عنده شي قضيات وبعد تعدل ديريكت يخدم. كيف اتصلت ما تحصلتش عليه معناها، فهمتني؟ ما تحصلتش عليه من السبعة حتى الأربعة متاع الصباح. بطبيعتي ليلتها أنا كملتك الساعتين هذوكم، كيف قمت الصباح مشيت نخدم دوب خلطت للبوست متاعي معناها من البوتيك، ما نكذبش عليك طلبت الريسيبسيون متاع الوتيل اللي يخدم فيه. اللي يخدم فيه هو قال لي أخوك راه دايم ربي هكا وكا وإذا وتنجم تتصل بالعدلية هما يعطيوك التفاصيل. راه في اشتباك مع حارس معناها وما نجم يعطيني حتى شيء. قال لي تنجم تتصل بالعدليه وما يعطيوك التفاصيل. هذيك معناها انا ما صدقتش معناها الحكي. جاتني كي ما جاتنيش على بالي معناها انه خويا باش يتقتل، فهمت؟ وحتى باش يموتك الموت هكاك معناها باش نسمعوا ما مات يعني مقتول. كي سمعت الخبر شنو اللي عشتو انت قبل ما تعلم العائله؟ والله جاتني كيشوك، خاطر انا وحدي انا اللي كوقتها كليت الصدمه. اتصلت بعرفي جاني وزيد عرفي تاكد معناها من المعلومه، قال لي بالك شي ماكش مش هو، بالك شي
يعني استغرب من الحكاية. زاد هو معايا زاد اتصل عطيته النومرو ذاك اللي كلمني زاد اتصل اتأكد قال لي برا امشي راهو هذوما قلت ويك شوف روحك شوف أمور داركم شوف معناها ساي اتأكد قال لي شوف روحك وأمور داركم وانا اللي انا اللي رجعون وكها. مشيت علمت الوالدة علمت العائلة روحت للدار شكون اول واحد علمته؟ كلمت خويا عندي ولي باش عقبني باش روح بي خط ما نجمتش وروحنا للدار وامي حاولت مش نشوكيها معناها بشوية بشوية تقول لي شبيك شفما خطرني فك اللحظة ذيك معناها دخلت ونشوف كيفاش باش نشوف شنو ناقص الدار شنو نعمل شنو نريض فيها تقول لي شبيك شفما شبيه خوك قولها حط شي حط شي لباس معناها نصبر فيها باش ما نشوكيهاش طول وكها وقعدت كيكا وحدي معناها أنا هزيت معناها الحكاية كلها كيكا عبارة وحدي فهمت بنتي في الخدمة وقت لي كلمت نهار السبت كلموتها قالوا لها راه البركة فيك بنتي ما كلمتنيش بنتي ملوحة شوليق في الخدمة العبادة زوج جابوها لي وأنا جيت كيف كيف جاء ولدي باسني منه من الصغير باسني ولدي صغير منه ومنه قال لي يا بركة فيك قلت له رشاد مات مات قال لي رشاد مات وبدأ يصيح يا بتي مشخلك هو نهار هو نهار هو نهار هكا النهار هذاك كيفاش تعد نهار الحد جابوه من السبيطار تسعة يمكن جابوه تسعة جابوه تسعة نص النهار دفنوه شفتوا ساعتين اوه كليته بالبوس هو كيكة بكثلش وكل واحد كل خليته من نبوس خليته من نعنق حتى كي خسلوه عريت الوجه كان مات متربي معناها نجم ما تستوعبها الحكاية أما أنه في لحظة معناها تقتل هذيك اللي حاجة اللي ما قعدت واحد ما استوعبهاش وما دخلتش معناتها مخه مناش مستوعبين كيفاش مات موتة كيما هكاكا معناها في معناها في جريمة وقتاش بديتوا تعرفوا التفاصيل شكون اللي قتلوا التسجيلات وقتاش شفتوهم الليلة هذيك كيفاش عاشها رشيد وقتاش عرفتوا التفاصيل بعد ما دفناه بعد ثلاثة أيام علم أخواتي نداهم باش وراهم السيكونس متاع الفيديو كيفاش تقتل قال مرة حقكم حق خوكم معناتها محفوظ ماهوش غامض معناها الإنسان نعرفوه اللي قتل شكونوا يعني المجرم معروف السيكونس مصورة شفت انت شنو سجلت الكاميرا متاع المراقبة أخواتي اللي شافوا أنا جيت شفت الكتالوج متاع أخويا كيفاش مقتول معناها وكيفاش تصور اللي وثقت الجريمة كيفاش تلقى الجريمة جاه معناتها قبل ما يقتلوا الساعة ليلتها تعشى هو وياه هو والمجرم معناها أخويا ما تعشى هزلوا عشاء حتى ليديه مصور في السيكونس ليلتها ما بعضهم عملوا قهاوي ما بعضهم عادي معناها زميل وعملوا سويقر ما بعضهم صحاب أصحاب أكثر من زملاء صحاب صحاب معناها بعض كل واحد شد البوست متاعه معناها على روحه في زون ماذا قالوا ماذا ساعة ونص كيكا مشيلوا خلى الكلب وخلى تلكي ولكي ومشيلوا اللي في علمي أنا لكاميرا الكل معناها نحاهم ولا هزهم معناها بعدهم وين هو بشي يرتكب الجريمة وتخلوا وين المكان هو عنده الجراج جراج بجنب الفيلا معناها أي. تخلوا فميكا حسب ما يحكي في السيكونس يحكي وهكا باليدين وكها ومعناها بعدك غدروا بأول طعنة هي غدروا بالضربة الأولى بعمد معناها تعمد طيحهم بعض وكمل شدوا كما نقولوا ركز عليه بركبته وكمل طعنات الأخرين معناها حتى 19 طعنة معناها حاب يتخلص منه نهائي معناها هو في باله ما فماش لكاميرا وصاي معناها الجريمة باش تقعد غامضة هو معناتها ربي نور له حقه قدام الكاميرا فما كاميرا موجودة في الجراج اللي هي ارتكب الجريمة الكل قدامها معناها هو في بالوش بها مصورة الجريمة الكل مصورة الجريمة الكل كيفاش قتلوا كيفاش حكي معاه كيفاش قتلوا كيفاش جبد فما كراهب في الجراج جبد فما اختاه وغطاه وخباه بين زوز كراهب ومعاه المولاديسك السكينة قتل بها عاود هزها معاه هو أسباب الجريمة شنو كانت بالأساس سونيا علاش خوك تقتل علاش صاحبه وزميله في الخدمة هو اللي قتله شنو الأسباب الأسباب باش يسرق زميله خاطر حاجته بال معناها باش يسرق معناها دار المعلم دار عارفه
اللي عصى عليها أخوك بالأساس رشيد، اعترف بجريمته، اعترف بالقتل بخلاف اللي الإثباتات كلها كانت موجودة والجريمة كلها مصورة من القتل السرقة وغيره. في الصباح معناها كي جاو باش يشدوا لي بوست نتاعهم بالنسبة لرشيد، معناها قعد مقتول من مدي ساعة ونص يعني فميك حتى للصباح، معناها حتى لين في زون السبعة متاع الصباح يعني مفاق بيه حتى حد. ليلتها بيت معناتها مسكين يرحمه ميت فميكة للصباح. في الصباح كيف جاوا الجروب الثاني معناها متاع السيكوريتي باش فقدوا هما، فما زوز من الحراس مش موجودين. بعث العرفوا في الستة ونص متاع الصباح، بعث العرفوا ميساج قالوا يعرفي سامحني راني عندي برشا قضايا وحاجتي بفلوس وراني باش نحرق. هذوما اللي كلمات بعثهم مدير الشركة وبعثهم الخمسة حراس أخرين معه اللي يعني في الوتيل. اعترف اللي هو السرق أما ما ذكرش جريمة القتل، ما ذكرش جريمة، ذكر اللي هو قال ما قالش حتى سرقت، قال سامحني يعرفي راني عندي برشا قضايا وراني باش نحرق وحاجتي بفلوس. في الوقت هذيك كانوا يلوجوا على رشيد، ما قالوش وين، والاثنين غابوا، واحد بعث مساج والاخر وين. اكل الوقت هذيك مازال الصباح ستة ونص متاع الصباح، مازالوا ما شافوا حتى، يعني المساج وصل قبل ما هما يفقدوا رشيد ورامي. معناه حتى وقت الخدمه مازال ما وفاش زاد يظهر لي وقت الخدمه، مازال هو يكمل السبعة متاع الصباح، يكمل السبعة متاع الصباح. من بعد معناتها كيف رجعوا مع وقت شدوا لي بوست نتاعهم متاع الخدمه باش فقدوا، ومن بعد باش لوجوا معناتها على رشيد باش لقاو مقتول في الجراج، خد ديجا قتلوا خباب بين الكراهب. شكون اللي لقاه؟ واحد من السيكوريتي، ما نعرفش بالضبط معناها، اما من السيكوريتي هذوك اللي فهميك اللي لقى رشيد متوفي. المتهم في الجريمه هذية اللي هو زميله في الخدمه، انت تعرفه وصاحب يعز بي ويحبه، يهز الخبز في الساشي ويهز الماكله ويهز، قلت تهز للولد بلاش لحم بلاش دجاج بحط شيء يا ولادي، يقول يا صح تبداش حتى سلطه يا امي عايشك عشاي حط لي خلنا ناكل انا وياه، يهز ياكل وياه. رمضان ذاك ليله رمضان ما يتحركش من بحثي، نبدا نحط يا حط لي بريك، نحط زوز بريكات حتى ليله كي ننسى ما نشريش البريك، بريكتي انا نعطيها له باش ما يتغشش، باش رشاد ما يتغشش، بريكتي انا نعطيها للولد لصاحبه. ولدي كل يوم يمشي فرحان، كي يهز القفه كي يهز العشاء ولدي يبدا فرحان. مش حرام وخيك تشويت عليه انا واخواته وابوه عليه، لا لقيت باش وجات الموت على غفله، جيت على غفله جاتني الموت، ما لقيت ما نعم تعب العبد الزوالي والفقير. فاصل صغير ومواصلين معاكم في نهجة تريبينال الانترفيو، أكثر تفاصيل عن القضية اللي مشى ضحيتها رشاد ولد 44 سنة. مرحبا من جديد في نهجة تريبينال الانترفيو، نحب نعرف أكثر تفاصيل عن الجريمة ونحب نفهموها. معانا المختص في علم الاجتماع معاذ بن سير يفسر لنا علاش اليوم قاعدين نعيش في واقع في جرائم بالطريقة هذية وبالكمية الكبيرة من الوحشية اللي قاعدين نشوفوا فيها. المشكلة اللي ما فيها الدار هذه في القضية هذه إنه اللي قايم بالجرمة والقايم بالفعل هو صاحبه وعشيره بمنطقة فرنسا وأخوه كيف ما هو، معناتها يقول هنا ممكن تستغرب تقول شبيه عملية هذه صارت ولا شبيه جريمة القتل، اللي احنا في السابق ديما نقوله ولا نحكيه إنه خاصنا هالقتل هذا يجي من غريب ولا من براني ولا من إنسان ما نعرفوش ولا من إنسان ما عنديش بيه خلطة ولا ما عنديش بيه معاشرة ولا ما عنديش بيه كونتاكت برشا، اما في الوضعيه هذه شفنا انه صاحبه. والمشكل اكثر والوضعيه اللي اتعس اللي يتعشوا مع بعضهم وساهرين يضحكوا وعاملين بون كيف، دونك لهنا قاعدين ناكدوا على انه ظاهره القتل ولا جريمه القتل حاليا بحسب الارقام اللي قاعدين نطرقوا لها وبحسب الوضعيات السوسيولوجيه اللي ديما تجينا على عاتقنا واللي قاعدين زاد ندرسوا فيها ونبحثوا فيها، انه اغلب جرائم القتل اللي موجوده حاليا في تونس تصير من القريب والا من الحبيب والا من واحد من العائله ولا من واحد من الاصحاب ولا من انسان انا نقول مدصر عليه برشا واخذ عليه وعندي بيه خلطه برشا وعندي بيه صحبه كبيره. دونك لهنا الحاجه اللي تبدلت في مفهوم القتل ما بين السابق ما بين حالي، انه قبل كان القتل يجي من غريب انسان ما نعرفوش، نجم يكون في وضعيه سرقه، نجم تكون في وضعيه نتاع مغرفه قديمه، نجم يكون في وضعيه نتاع انسان معناتها بيناتنا هكا سوء تفاهم، لكن حل الوضعيه
جريمة القتل اليوم نحكيو فيها انه من اقرب العباد ليلو ومن صاحبه اللي قال هو عشيري. دونك لهنا نحكيو على مفهوم الصداقة. اليوم السوسيولوجي مفهوم الصحبة تغير. دونك اكتيرمون ولينا نحكيو انه الضربة تجيك من القريب. انه ولينا في عصر انه اقرب الناس ليك نجم يكون هو ابعد الناس ليك. دونك المفاهيم السوسيولوجية تغيرت بطريقة كبيرة ياسر. وثم عدة اسباب. نجم نقولوا انه ما بين الاسباب انه مفهوم الصداقة ومفهوم الصحبة تغير. انه ولينا نحكيو على مفهوم المادة. انه حتى لو كان صاحبك اللي بيك صحبة ولا عنده بيك صحبة. ديما راهو لهنا تكون الجانب المادي اكثر المصلحه. ما انت معاذ الجانب المادي ولا اهم توا ما عادش فما حدود وقت اللي الماده تكون هي اللي موجوده في الوسط بيناتنا. ما هو لهنا جيان انه المفاهيم اللي تبدلت. نجم تكون العائله راهي سبب بطريقه مباشره انه ما غير ما نشلقوا قاعدين نزرعوا في صغارنا انه حتى صاحبك اللي يقرا معاك في الكلاس كان بيك عندك فيه مصلحه يمشي معاه وروح معاه، اذا ما عندكش بيه مصلحه ما تمشيش معاه. وهذه النظره لمفهوم الصديق راهو العائله تحمل مسؤوليه، المدرسة تحمل مسؤولية، الوالدين يتحملوا مسؤولية، حتى الكبار في العمر قاعدين عاديوا في دي مساج نيجاتيف لصغارنا. دونك تغير المفهوم كله وتغير المجتمع من مجتمع المضمون إلى مجتمع الصورة، خلينا حتى مفهوم الصديقة تبدل وقد أفرغ من محتواه. حاجة أخرى معاذ نحب نحكي فيها معاك واللي هي الوحشية هذية اللي قاعدين نشوفوا فيها في طرق القتل، عدد كبير من التعنيد كما اللي صار في الحالة اللي نحكيوا عليها لليوم وضعية اليوم. نعرفوا أنه النوعية هذية من الجرائم الشنيعة موجودة من قبل ومازالت قاعدة تتجد توا، ولكن باش نفسروا هالوحشية الكبيرة هذية في جرائم القتل ولا حتى زيدة تنجم تدخل في جرائم الاغتصاب وغيره. حتى المخيل الشعبي او المخيل ما يجيش البال مش يكون بالطريقه هذه، خاصه نعاود نقول راهو جهال انه صاحبه. دونك اذا نقول صاحب من برانسيب تكون ثم حتى في القتل او حتى في جرائم القتل ثم الحد الادنى من الوحشيه، الا انه الوحشيه الكبيره في عده اسباب. اول حاجه انه اليوم ولينا كيف ما نحكيو انه ثم الانفتاح كبير، وخاصه ثم هالموجه نتاع اليوم العنف اللي موجود صوب المجتمع التونسي. قبل كنا جانب القتل نسمع بها مره بعد قديه، اليوم ولينا حاجه عاديه. منسوب العنف في المجتمع التونسي ارتفع بدرجه كبيره وكبيره جدا، مش كان في المجتمع التونسي، المنطقه كلها العربيه ودول الجوار اليوم ثم منسوب العنف، اليوم منسوب الارهاب بدرجه كبيره. باش يتفسر هذا وممتون في كروازمون او في تقاطع مع العولمه ومع الصوره اللي قاعده توصل لنا اليوم. حتى الدراما الاجنبيه والدراما الغربيه وحتى الدراما التونسيه في حد ذاتها تتحمل مسؤوليه. اليوم في الذين نتحدثوا على الدراما بارتفاع منسوب العنف، الالعاب اللي مقدمه وممتون لصغيراتنا والالعاب اللي في العيد اللي كانت السابقه العاب مزيانه كلها متاع قتل المسدسات الغيره. الجيل اليوم قاعد ينشا على الالعاب الالكترونيه بارتفاع منسوب العنف، موجه كامله متاع عنف، موجة كاملة متاع جريمة، بل ولينا نتحدثوا حتى على الجريمة المنظمة داخل شبكات التواصل الاجتماعي، نجم نحكيو على الجريمة الإلكترونية. هذا الكل هالدور كل اللي نحكيو عليه باش يأثر، باش يخلي الإنسان أو القائم بالفعل بالجريمة مهيئ نفسيا وسلوكيا لجريمة بشعة وبشعة جدا. نت هذه قضية اليوم من نهجة تريبيونال لانترفيو. إعداد وتقديم جيهان بن عبد الله، إخراج أيمن سكولة. نتقابل معكم في الحلقات الجاية من نهجة تريبيونال لانترفيو. إي إف إم نهجة تريبيونال لانترفيو مع جيهان بن عبد الله.